أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن يكون الخميس الموافق 11 من يوليو الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية بدلا من التاريخ الميلادي الموافق اليوم الأول من شهر محرم عام 1446 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.